دكتور نور الدين دحان. دكتور، بالنسبة إليكم الكثير من الناس أو الكثير من الإصابات اللي هي شائعة هي إصابات تنفسية، أحيانا الزكام، وأحيانا يؤخذ عليها مضادات حيوية. برأيكم في هذه الحالات الشائعة اللي هي توجد عند الأطفال، توجد أيضا عند الكبار، كيفاش تتعاملوا؟ التعامل هو واضح، كيفاش ينبغي أن يكون التعامل؟ كيف ينبغي التعامل؟ هو التعامل بأنه هناك يجب، أنا لست من أجل يعني أنه هذا المثال بالإنجليزية blaming the victim، أنه نشوف مثلا أنه الضحى، والضحايا شكون الضحايا؟ هما المرضى نفسهم، هذا في الأساس هما المرضى، هما الضحايا، هماش الأطباء، ما هماش الصيادلة، هما مرضانا، هاد المرضى ديالنا هما صح، هما الضحايا ديال هاد المشكلة هذا وديال هاد المناعة، هاد المقاومة ديال هاد المضادات ديال هاد البكتيريات. هاد المجموعة ديال الناس وهي تختلف يعني أنه في الطبقة الاجتماعية وفي ثقافتها إلى آخره، إلا أنه يمكن القول بتجربتي المتواضعة أنه كنشوف بأنه في كل الطبقات يعني أنه تستهلك وتطلب هذا المضاد الحيوي. فما هو التعامل؟ التعامل بأنه هو يجب أخذ الوقت الكافي، وأحيانا لا يكون الوقت، ولكن يجب عند هذا الموضوع يجب الأخذ الوقت الكافي لأنه هو المباشر. يمكن نقول وهذا شكرا على هذا البرنامج لأنه للإعلام دور كبير جدا في هذا الموضوع، ولكن كذلك من الطبيب إلى المريض يجب أخذ الوقت، كما نطلب أنه من الصيدلي وعلى على 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 حد يمكن أنه أشيد بصراحة، أشيد لبعض الصيدلة وأقول بعض لأنهم الأقلية القليلة بصراحة، لي كيرفضوا انهم يعطوا المضادات الحيويه وكيقولوا لا. هذا الصيدلي هذ يساهمون كذلك في توعيه المرضى في هذا الموضوع ويشرحون لهم، يعني ولهم الشكر من هذا المنبر هذا. فكل واحد يعني اللي هو عملنا عنده هذه المهمه هذه يجب ان يقوم بهذه المهمه بالتوعيه. بما انك اخصائي طب اطفال، الكثير من الاصابات تجي يعني تعفنات ديال التنفس او اصابات تنفسيه، واش خاصنا نطوليريوها يعني خاصنا نخليوها او لا خاصنا بسرعه نطلبوا المضادات الحيوي من الطبيب او شنو؟ مثلا هو مثل بسيط كما قلت بانه هذا يعني كل التعابير ديال السعله وكذا ديال الجهاز التنفسي، يعني انه مشاكل ديال الجهاز التنفسي عند الاطفال في اكثر من 98% هي فيروسات، تقريبا 95% نقولوا 95% فيروسات ماشي بكتيريات، 95%. فيجب التذكير للناس بانه الحظ بانه تكون مباشره هذه بكتيريا هو قليل وقليل جدا، وهذا ياتي طبعا بالتشخيص كما قلنا ياك، ولكن يجب ان يعرف الناس بانه ويجب ان تتربى. مثلا واحد الموضوع في الحقيقه كنقولوا كما كنقولوا بزاف للوالدين بانه كورونا دارت فينا شويه واحد الخير وواحد الموضوع دارت كثير من الشر، ولكن ولاو الناس كيعرفوا شنو هو الفيروس، بان هذا الفيروس هذا لا يمكن القضاء عليه بالمضادات الحيويه، بان هذا الفيروس هذا العالم كامل انه تقلب عليه وما قدرش يقضي عليه بالمضادات الحيويه. فهذا التوعيه هذا الناس ما كانتش كتعرف حتى الفيروس، لما كتقول لهم كيعرفوا الميكروب، والميكروب كيخصو العلاج ديالو بالمضاد الحيوي، وانه باش واحد الجهد كبير جدا، وهذا كيدي لنا الصوت ديالنا، بانه الكلام اليومي مع المرضى ومع الوالدين بانهم يحتاطوا هذا الموضوع، يجب ان يفرقوا ما بين مثلا وخا تبقى هذه الاصابات التنفسيه مده طويله وكذا. اكيد لانه يجب الحرص بانه لا تنمو بعد واحد نقولوا احنا واحد المرحله اللي هي قد تكون طويله وتكون واحد هو التهاب بكتيري ثانوي، وهذا قليل وقليل جدا، يجب القول قليل وقليل جدا. وهناك طبعا انه المراقبه ديال الاطفال، لانه مثلا لما ولدت الكبار انه اذا لم يتحسن الوضع يرجع المريض عند الطفل ويتم عند الطبيب ويتم تشخيص ثانوي، وانذاك يمكن احيانا انه اقتناء مضادات حيويه طبعا بكل وعي وكذلك، ويجب القول هذا الشيء. مثلا انه لو يكون احيانا كيكون مثلا واحد التهاب اللي هو فيروسي وكنعطيو مثلا تعطى مضاد حيوي اولي، فهذا المضاد الحيوي كما كيجيب الناس بزاف، وهذا موضوع مهم جدا، انه بحال نقولوا حنا كنجيب واحد المثال واحد الغرسه، وبانه كيلقى الفلاح فيها واحد الدوده، اما انه كيقول بانه لقيت هذه الدوده هذه غنشوف العنايه بانها تمشي هذه الدوده هذه، ولا نقول بان غادي نلوح عليها واحد البومبه ديال الادويه على ديك الغرسه كلها. فهذا ما يقع في استعمال المضادات الحيويه، في المضادات الحيويه لا تقتل كل البكتيريات النافعه والضاره في الجسم وتكسر هاد المكونات ديال الدفاع. ما نساوش بانه عندنا واحد الموضوع ديال الميكروبيوت والميكروبيوم اللي هو الحمايه الاوليه والثانيه والثالثه، اللي هي احسن من اي جهاز دفاعي، وهذه البكتيريات هذه هي يجب حمايتها ويجب الحفاظ عليها وعلى تركيبتها. ويعني لما كتعطى المضادات الحيويه بكثره
انها تكسر كتهرس وخصها واحد الوقت طويل جدا بانها باش ترجع هاد الديناميه ديالها.